شكله عامل زي ساعة، شكله عامل زي ساعة، بس مش زي الساعات، بس مش زي الساعات. كل أسبوع ليكوا عنده رحلة مليانة حكايات. مفدي سفينتي، كوكبي اسمه سعاد، عندي أسئلة ومشاكل مش لقلها إجابات. رحلتي وسط الكواكب، نفسي أعرف الحكاية، مين سمعها، مين عملها، مين خلقها من البداية. رحلتي وسط الكواكب، نفسي أعرف الحكاية، مين سمعها، مين عملها، مين خلقها من البداية. واو، إيه ده؟ كوكب كله حكايات، بس مش اي حكايات. يلا بينا يلا بينا يلا بينا على الحكاية. يا ليلي انت بصي على تايمو، الحمد لله على السلامة. ازيك يا ميس هند؟ هند يا تايمو، انت بتحب جوز الهند؟ بس بصراحة يا ميس نانسي انا بحبك قوي، فعشان كده بقعد عكسك واسميك اسامي كتيره 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 كتيره. ميرسي يا تايمون، كمان بحبك جدا. يا رب يخليكي. اصحابي زيكم كويسين جدا قوي، مبسوطين قوي قوي. اصحابي زيكم وحشتوني كتير. احنا بنكمل حكايات جميله في كتاب المقدس اللي مليان كتب، وصلنا لغايه كتاب اسمه صموئيل الثاني. ايوه صموئيل بيطلع الثاني على الفصل على طول ده، انا عارفه. اوكي يا تايمو، انا عارفه انك عارف الصح على فكره. انا هحكي لك قصه جميله. ايه ده؟ اصل انا بصراحه عندي مشكله مش عارفه احكيها لمين. ما تقول لنا، بيقولوا لك مالك يا تايمو؟ ما انا عندي مشكله، العقارب بتاعتي دخلت في بعضها، اتشنكلت، عملت ضفيره، فبقيت مش عارف دلوقتي احكي. يعني دخلت الشنكلات كبكت في الحلقين كبات. مش فاهمين حاجه خالص على فكره، انت بتتكلم اي كلام كده ولا ايه؟ ما دي حاجات الساعات. طب احكي لمين؟ انا اروح لمين؟ رحت لطنط فتكات لقيتها قاعده تحت السرير، رحت لطنط نفيسه لقيتها جوه حله الملوخيه، اعمل انا ايه دلوقتي؟ خلاص يا تايمو. طب انت مالكش اصحاب غير طنط فتكات وطنط نفيسه بس؟ اه. مش في اصحاب تاني؟ زي مين؟ احنا مش قبل كده قلنا يا تايمون عندنا صاحب جميل قوي 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 قوي، احلى صاحب في الدنيا، بابا حبيبي. اه ايه ده؟ شوف انا نسيت الحكايه دي، ما جاتش في دماغي خالص. حاجه زي كده انت نسيت عم بعزوز بيقول لنا ايه؟ اه افتكر بقى كويس. على فكره لو عندك حكايه نفسك تحكي له، على فكره هو جاهز يسمعك في اي وقت. طب لا خلاص صعب، احسن ده طنط فتكات دي طلعت روحي، مش راضيه تطلع من حاله الملوخيه من ساعتها. خلاص سيبها بقى مرتاحه جوه. ماشي. ركز معايا تايم. ماشي. ايه رايكم في ملك كان شكله أمور قوي، احنا قلنا اسمه ايه؟ داوود. استني عشان تايمو مش بيسمع قوي. داوود. برافو عليكي، داوود كان ملك جميل جدا. شاول بعد ما كان ملك مات، وبعدين جم الشعب بقى قالوا له خلاص يا داوود يلا انت هتكون الملك بتاعنا. وقف داوود بقى والشعب هتف وفرحوا بيه جدا 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 جدا. بس في ناس الاعداء بتوعه اول ما سمعوا كده ان داوود بقى ملك اتغاظوا جدا، قالوا لا احنا مش عايزينه يبقى ملك، احنا هنروح نموته على طول. فقاموا هم الفلسطينيين قاموا بعد كده راحوا. طب هم يزعلوا من ليه؟ مش لسه هو كان قتل لهم الراجل التخين اللي كان اسمه ما هم متغاظين منه برضه. اسمه جل 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 اسمه حاجه التخين الضخم ده الطويل قوي ده، ما بيسمعش من غير الميكروفون. جليات. برافو عليكي، يعني جليات هو صح. ليه مش بيحبوه بقى؟ ما هم متغاظين منه يا تايمو، لما هو موت لهم وهزمهم اصلا هو متغاظين منه جدا. يعني هو راجل كويس، يزعلهم في ايه بقى؟ ما هو عشان موت لهم جليات وكمان هزمهم جامد. جم بقى استخبوا له كده في مكان وقالوا احنا لازم نمسكه، بس داوود عرف فراح مصلي على طول. لمين يا تايمو؟ لا نمت يا تايمو. انت دخلت حاله الملوخيه؟ لا ما انا بابا حبيبي. برافو. قام صلي على طول. صلي بابا حبيبي. اه داوود عمل كده زي موسى كده،
اما موسى كل ما كان يحتاس يروح يصلي لبابا حبيبي. برافو عليك يا طايمه، هو عمل كده فعلا، صلى لبابا حبيبي، قال له اروح احاربهم ولا ما اروحش. فربنا رد عليه في ودنه قال له ايوه روح هتنتصر. راح داوود فعلا انتصر عليهم. المره اللي بعدها بقى هما متخصصين اكتر بقى، احنا عايزين نموت داوود ده، احنا زهقنا منه قوي. راحوا مستخبيين تاني علشان يموتوا مين؟ داوود تاني. فداوود راح صلى لبابا حبيبي وقال له ايه رايك اروح تاني ولا ما اروحش؟ قال له بص المره دي ما تروحش، لف من وراهم وانا هلخبطهم كده واسمعهم صوت كده يلخبطهم، وانت تروح هاجم بالجيش بتاعك عليهم وتنتصر. راح بابا حبيبي اداله الخطه بقى عشان يعرف ينتصر. برافو عليك يا طايمو، على كل حاجه كان بيعملها داوود كان بيسال بابا حبيبي. ما انا ما كانش سال بقى، كان هم عملوا وقرقشوه ايوه ماشي. شفت بقى برافو عليك. بعد ما داوود انتصر عليهم قرر انه بعد ما عمل بعد كده بنى مدينه جميله جدا جدا اسمها مدينه داوود، دي حاجه كبيره جدا، بس قال المدينه دي احلى حاجه نحطها فيها التابوت. عارفين التابوت ده؟ كان ده كان كانه الله موجود وسطيهم. قاموا اخذوا التابوت ونقلوه، بس هم ناقلينه ماشيين بالراحه وداخلين المدينه كان داوود بيعمل حاجه جميله جدا، لانه كان فرحان قوي 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 بربنا. كان كل ما يمشوا ست خطوات، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، يروح مقدم ذبيحتين. كتير صح؟ ونقعد ست خطوات تاني، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ويقدم ذبيحتين كمان. وكمان كان مبسوط جدا، عمال يهتف وعمال يتنطط، كان مبسوط قوي 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 داوود علشان كان هيدخلوا التابوت المدينة دي. معقولة الملك العظيم مش هو كان الملك بتاعهم؟ ايوه عمال يرقص كده. ما هو بقى شوف بقى اللي حصل يا تايمو، مراته بصت من الشباك وهو داخل المدينه دي. مراته دي كانت اسمها ميكال، وميكال بصت عليه من الشباك كده قالت ايه ده؟ قالت زي كده يا تايمو، قالت ايه ده الملك العظيم اللي هو ملك على كل الشعب يعمل الحركات دي؟ ما عجبهاش الكلام. لا 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 انا مش عاجبني اللي هو بيعمله ده، واتضايقت كده جواها. بس ربنا بعد كده عاقبها على انه هي احتقرت الحاجه اللي كان بيعملها داوود. هو مبسوط جدا. طب هو ربنا كان مبسوط باللي بيعمله داوود؟ كان مبسوط بيه قوي. طب انا مش فاهم هو داوود كان بيعمل كده ليه يعني؟ كان فرحان عشان فرحان جدا. انا بقول لك يا تايم هو فرحان جدا جدا ومبسوط بربنا قوي. وهو بيدخل التابوت المدينه دي كان كل ست خطوات بيعمل ايه؟ بيقدم ذبايح. بيقدم ذبايح. برافو عليك. انت عارفه يا ميس عامله زي التنيمه اللي بتقول انوت تامن الفرحه، هي كده؟ برافو عليك يا تايم، بتعرف تنط؟ اديو بنط بقى منع. اخدوا داوود وعملوه ملك على كل اسرائيل وهتفوا جدا ايوه الملك داوود، يعيش الملك داوود. بس في الاعداء بقى لما سمعوا اتغاظوا جدا وقالوا لا لازم نروح نموت الملك داوود ده. وهم كانوا الفلسطينيين قاموا جم واستخبوا علشان يمسكوا داوود ويقتلوه. دول اشرار، ما انت عارفه يا ميس متغاظين من ايام زمان لما قتل لهم الراجل الضخم بتاعهم. شاطر يا تايم برافو عليك، هم فعلا كانوا متغاظين منه جدا ونفسهم يموتوه قوي. وبعدين داوود بقى عرف ان هما جايين مستخبين وعايزين يموتوه، فقام راح مصلي لبابا حبيبي يا رب اعمل ايه؟ هما جايين دلوقتي علشان يموتوني ومستخبيين وعايزين يمسكوني، اروح احاربهم ولا ما احاربهمش؟ اطلع حارب الفلسطينيين وانا هخليك تغلبهم. ربنا رد عليه وقال له روح روح وانا هخليك تغلبهم. داوود بقى خد الشجاعه يلا وقام راح طخ 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 وحاربهم وانتصر عليهم. بس هما ما زهقوش، جم تاني علشان يمسكوه تاني ويموتوه. راح عمل ايه؟ برافو، راح مصلي تاني بابا حبيبي يا رب من فضلك اعمل ايه؟ اطلع تاني زي المره اللي فاتت واغلبهم ولا رايك ايه؟ لا ما تطلعش تحاربهم وتقف قصادهم، انا هقول لك على الخطه. انت تلف من حواليهم وهجم عليهم من ورا من عند شجر البلسم، ولما تسمع صوت خطوات بتتحرك فوق القمم بتاعت أشجار البلسم اجري بسرعة وهجم عليهم، وهيكون قدامك وهكون دايما قدامك للقضاء عليهم. يس دي خطة حلوة جدا، انا هعمل نفس الخطه اللي بابا حبيبي قالها. استني بس انا مش فاهم، شجر مش البلسم ده اللي بنحطه في الحمام؟ لا مش البلسم اللي بنحطه في عقربك، لا 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 ده حاجه تاني، ده شجره كده بتطلع حاجه اسمها بلسم. مش بيجيب نوع بلسم يعني. وشامبو بقى ويحط بقى ماشي خالص خالص يا تايم. هو يعني ده نوع شجر، مش مشكله نوع الشجر يا تايم، ولكن هو ربنا قال له. لا انا اتلخبطت بس. معلش 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 ما يجراش حاجه. تيجوا نحفظ ايه جميله. تحب واحده كبيره ولا واحده صغيره؟ كبيرة جدا.
طيب وتحب الآية تكون كبيرة ولا صغيرة؟ صغيرة جدا، يا ريت لو كلمة واحدة. صغيرة مفعوصة؟ لو كلمة واحدة تبقى أحسن. استنى بس يا تايم، نعدها مع بعض. يا نهار، ما تبصش ها؟ أنا قلت لك ما تبصش أصلا، ما تبصش. هي سورة إيه دي؟ في صور كده كلها بتقول لنا إنه مين ده؟ ممكن حبيبتي تديها المايك؟ ميرسي. أب وابن. أب وابن، برافو. البابا بيحب ابنه قوي؟ ربنا بيقول لنا كل واحد فينا إنه هو يكون بابانا وإحنا نكون إيه؟ أولاده. هو يكون بابانا وإحنا نكون أولاده، وأنا لما بتزنق في أي حاجة ينفع أروح أسأل بابا ولا ما بيش بينفع؟ بينفع. يلا نقول مع بعض. أنا أكون له أباً. أنا أكون له أباً. وهو يكون لي ابناً. وهو يكون لي ابناً. مش فاهمة، أنا اتلخبطت. مين بابا مين؟ سقفوا تايمو، سقفوا تايمو، شاطر يا تايمو. أنا هتجمل قوي. مش فاهمة، يعني مين بابا مين؟ مين بابا مين؟ يا تايمو، ربنا بيقول لكل واحد فينا إن هو ينفع يكون هو بابانا، بابا حبيبي، وأنا أكون ابنه. يعني هو يكون بابا حبيبي وأنا أكون ابنه حبيبه. برافو عليك، برافو قوي. يلا نقولها تاني يا تايمو مع بعض بقى، كلنا هنقول مع بعض. أنا أكون له أباً وهو يكون لي ابناً. والآية دي ساكنة فين؟ ساكنة في كتاب، مش عارفة عدى عليك ولا لا يا طيب. ولا لسه معديش المرة دي. اسمه عبرانيين. من؟ ساكن اللي كودانك معايا، اسمه عبرانيين. صعبة قوي دي. عبرانيين. لا، نيين دي لا، هي عبرانيين واحدة بس. واحد خمسة. يلا نقول مع بعض. عبرانيين واحد خمسة. يلا نقول عبرانيين واحد خمسة. برافو. آخر مرة الآية مع بعض. أنا أكون أباً وهو يكون لي ابناً. أنكل فلقوس. اسمه إيه؟ عمو بقزوز. بقزوز. حتى هما بقى بيتكلموا بأسامي. اسمه إيه؟ ليلي اسمه إيه؟ عمو بعزوز. هو ده، برافو عليكم. يلا هنستناه. باي باي. باي تايم. انت هتستناه ولا داخل تنام؟ لا انا استناه طبعا، انا انام. ايه ده، وقت نوم. مش وقت نوم. ازيكم يا حلوين؟ وحشتوني. رايق انت ودماغك عالية قوي قوي قوي. ازيكم حلوين؟ ازيك يا تايمو؟ ازيك يا بعزوز؟ عاملة ايه؟ انا كويس يا بعزوز. كويس حبيبي؟ ماشي. ايه ده، وكوكي جات كمان. اخ، فين كوكي يا ربي؟ ايه كوكي بتاعي ايه؟ ده شكلها ولا شايفة حاجة. ايه الكتاب ده؟ هم قالوا لي ده كتاب حلو قوي. ايه اسمه ايه؟ وانا عمالة اقرا مش فاهمة ولا حرف. اسمه ايه الكتاب ده؟ اسمه كتاب الحبشتكنات في علوم انسان الهفشتكنات. اي كلام كده. حبشتكنات في علاج الهفشات؟ انا مش فاهمه حاجه، بس مش فاهمه منه ولا كلمه. طب ما تبتدي كتاب صعب قوي. كلمه أكون. يعني بص، طب حاول انت تفهم كده. لا بص انا اقول لك على حاجه. عارفه افهم حاجه. اجمل حاجه ما نيجي نقرا قصص في الاول، واحنا صغنطتين شويه اقرا قصص. في قصص كتيره جميله قوي. يعني بصي مثلا الكتاب ده اسمه ايه؟ اسمه واحده اسمها ليلي انتراشر. ده ممكن تقري كتاب زي كده. كويس بيتفهم يعني ولا زي في ايديا ده مليان الغاز؟ وتقعدي بقى تاخدي علامه كده عشان ايه؟ لا، في كتاب زي كده اسمه ليلي انتراشر. في كتب كتير، اي كتاب حد كده قصه تبقى سهله نعرف نقراها، مش نقعد نقرا الكتب بتاعت اي كلام الحاجات التانيه. هم قالوا لي صدقي خلاص انا هقراها وهقرا القصص دي. عايز اقول لك على حاجه. طب انا احكي لك حكايه من اول القصص اللي انا قريتها، كنت صغنن شويه. طب قولي بدل ما مش فاهمه حاجه. الحكايه دي بتاعت واحد اسمه صموئيل موريس. صموئيل موريس ده كان اسود خالص، في بلد، عايش في بلد اسمها ليبيريا. اسمها ايه؟ بربريا. ازاي يعني؟ انت هتعمليه زي تايمو؟ ما انت بتقول اسماء غريبة. ليبيريا. ماشي. ليبيريا دي بلد كانت في افريقيا كده، وكان كلها مسود، وكانت حاجه غريبه قوي. كان الناس دول مش بيصلوا لربنا، مش بيصلوا لبابا حبيبي. امال كانوا بيصلوا لمين؟ كانوا بيصلوا بقى، يقعدوا بقى مره يصلوا للجاموسه، ومره يصلوا للبقره، مره يصلوا للفيل. ايه ده، الناس الغريبه دي؟ يا بالظبط كده. ايه ده ربنا يبقى بتاعهم؟
بس في يوم من الايام صموئيل المريز ده عرف ربنا، عرف مين؟ بابا حبيبي. فكان الايه بتاعتنا كانت بتقول ايه؟ انا اكون له ابا وهو يكون لي ايه؟ ابنا. كان ايه هو بابا حبيبه بتاعه، لدرجه كان يقعد يصلي مرات يقولوا له انت عم صموئيل انت بتصلي بالليل احنا عاوزين ننام، بقى يروح يصلي في الغابه، في وسط بقى ايه الغابه والضلمه كده، يقعد يتكلم مع بابا حبيبي ويقعد يلف كده، كان جميل قوي قوي. كل ما يتزنق في حاجه يروح لمين؟ بابا حبيبي. لبابا حبيبي. في مره من المرات كده قعد يقرا كتاب مقدس زي ما انت بتقري كده، مش فاهم، قال مش عارف، مش فاهم زيي، مش عارف يفهم، ما كانش بيعرف يقرا، فيروح ايه؟ يروح في مدارس احد يقعد يحكي له قصص من كتاب مقدس، ما بقاش عارف، عاوز يسمع اكتر اكتر اكتر، فبقى يروح الميس بتاعت مدارس احد، يروح لها البيت ولا احكي لي حكايات تاني. فقلت له طب ايه رايك اعلمك تقرا؟ لا مش بعرف اقرا. قلت له خلاص انا اعلمك. ابتدى يروح تقعد تحكي له حكايات وتعلمه ازاي يقرا. كان يروح بالليل لبابا حبيبي يقول له بابا حبيبي انا مش بعرف اقرا، ممكن تساعدني اعرف اتعلم اقرا بسرعه ازاي؟ عارفين الميس بتاعته بتقول اشطر واحد في الدنيا اتعلم يقرا الكتاب المقدس ويقرا الكلام. ايه ده بقى حلو قوي بسرعه كده. فمره المرات راح الميس قاعد يسالها اسئله اسئله من الكتاب المقدس. الميس قالت له انا مش عارفه كل الحاجات اللي انت بتقولها دي، انت بتقول حاجات صعبه عليا. الميس ما بقتش عارفه تجاوبه. فراح ايه؟ راح للغابه برضه. راح لمين؟ بابا حبيبي. او ممكن تقول له بابا حبيبي. يلا راح لمين؟ بابا حبيبي. راح لبابا حبيبي. فراح له بابا انا عاوز اسمع حاجات اكتر، عاوز اتعلم اكتر، ساعدني الاقي حد. راح الميس قالت له بص احلى حاجه تروح بقى حد واحد كده بابا قسيس جميل قوي في امريكا. امريكا دي بعيده جدا 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 عن ليبيريا. ياه يروح ازاي دي كلها؟ يعني عارفين ازاي؟ يعني هو في ليبيريا كده يقعد يمشي 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 على رجليه حاجه يجي بتاع 3 شهور. ياه يمشي على رجليه، تصور يا تايمو، 3 شهور، وبعد كده يركب مركب شهور كتيره قوي عشان يوصل امريكا. من الفلوس. فالميس قالت له هو امريكا انت لو حتى رحتها انت لازم يكون معاك فلوس، انت ما عندكش فلوس. لا 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 انا عندي مين؟ بابا حبيبي. راح للغابه، راح لبابا حبيبي. بابا بابا انا عاوز اروح اسمع عنك يا بابا حبيبي، وبيقول القسيس اللي هيحكي لي عنك ساكن بعيد قوي، ممكن تتصرف يا بابا حبيبي؟ راح تاني يوم، راح الميس قال لها ميس انا مسافر. قلت له مسافر رايح فين؟ لا رايح امريكا. قلت له امريكا ايه؟ هتروح ازاي؟ روح ازاي ده؟ قال انا اتفقت مع بابا حبيبي هو يوصلني. ياه قعد ماشي يا ولاد 3 شهور ومعهوش فلوس ومعهوش لبس ومعهوش اي حاجه. كان يروح كده في حته يلاقي شجره فيها موز يقعد ياكل موز ويكمل ماشي. بعد شويه لا شجره فيها جوز هند ياكل جوز هند ويماشي لحد ما وصل للبحر. وصل عند البحر لقى ايه؟ مراكب كتيره واقفه. فسال الراجل يا عم انت انت رايح امريكا؟ قال له لا. يا عم انت رايح امريكا؟ لا. لحد ما لقى واحد قال له انا رايح امريكا. قال له خلاص ازاي ده معهوش فلوس؟ هركب معاك. قال له لا انا المركب بتاعتي مش بس مش بفلوس، ما فيهاش ركاب، المركب بتاعتي زي قطر بضاعه كده حط فيها صناديق وكراتين. قال له خلاص انا هركب معاك. قال له يا ابني تركب معايا؟ بقول لك ما فيش حد بيركب المركب بتاعتي دي، المركب بتاعتي دي بس بيركبوا فيها البحاره اللي بيشتغلوا يقعدوا يشيلوا الحاجات ويحطوا ويفتحوا القلع والحاجات دي، مش الناس اللي مسافر يعني، وانت صغير ومخروع مش هتعرف تعمل حاجه. راح لبابا حبيبي قال له ايه؟ بابا بابا انا عاوز اركب المركب دي عشان المركب دي هتوديني امريكا. فبابا قال له خلاص انت هتركب المركب دي. إيه؟ راح للراجل قال له يا عم انت انا بابا بتاعي قال لي هتركب المركب دي. تركب ايه؟ دي المركب بتاعتي انا مش هركبك. فقال له بص انا بابا حبيبي قال لي انا هركب مركب ماليش دخل، انا هركب المركب. قعد كل يوم الراجل كان راجل شرير قوي كل شويه يقوم ضربه ابعد عني ابعد عني لحد قبل ما يسافر تمشي المركب بيوم واحد. الراجل حصلت حاجه غريبه جدا، البحاره اللي بيشتغلوا بيشيلوا عيوا 3 منهم. ثلاثه. فبقى الراجل هيتجنن، عاوز حد يجي يساعدني، حد يجي يشيل. قال لقى مين في وشه؟ لقى صموئيل المريس. قال له ابني تعرف تشيل؟ قال له انا بشيل كويس قوي. تعرف تفرد القلع بتاع المركب القماشه بتاعت المركب؟ قال له اعرف افرد اي حاجه انت عاوز اعملها لك. وهو ما كانش يعرف يعمل حاجه بس كان عاوز يسافر وخلاص. ركب المركب وتعب قوي. فالراجل قال له انت ضحكت عليا. قال لا مش ضحكت عليك، انا هساعدك في اي حاجه. راح لمين؟ لبابا حبيبي. قال له بابا حبيبي من فضلك ساعدني عشان اشتغل مع الراجل ده عشان ما ابقاش زعلته. ركب ايام كتيره كتيره في المركب. اول ما نزل هو عارف انه رايح لواحد قسيس اسمه القسيس روبرت، بس ما عرفش يوصل له ازاي. امريكا دي كبيره قوي. يعني بعد كل ده كمان مش عارف يوصل ازاي. فراح ايه؟ راح قابل واحد فبيقول له تعرف القسيس روبرت فين؟ قال له لا يا ابني ما اعرفش. هو ساكن فين؟ قال له ساكن في امريكا.
قالوا امريكا دي كبيره قوي، في انهي حته في امريكا؟ مش عارف. قالوا طب مين اللي قال لك؟ قال له بابا حبيبي اللي قال له عليه. قال له طب خلاص كلم بابا حبيبي في التليفون. قال دي سهله قوي. راح مغمض عينيه قدام الراجل اكن كده الراجل انت يا كوكي. بابا انا عاوز اروح الاسيس روبرت بس مش عارف قول لي العنوان. فالراجل بص له انت مجنون ده ولا ايه؟ قال له حد يتكلم كده؟ كلم نفسك. ما كانش يعرف بابا حبيبي. وهو بيصلي كده تفتكروا ايه اللي حصل؟ واحد راجل معدي قدامه قال له انت قلت ايه؟ قال له الاسيس روبرت. قال له انا عارفه، تعالى انا اخدك ليه. ايه ده، هيعرف يوصل له؟ الراجل استغرب، وصل الاسيس ده، والاسيس ده كلمه عن بابا حبيبي وقعد يكلمه كتير قوي. شفت كل ما تزنق اروح لمين؟ بابا حبيبي. عايزين نتفق على الحكايه دي، كل ما تزنق من حاجه اروح لمين؟ وبابا حبيبي يعرف يعمل حاجات صعبه كده؟ الراجل قاعد يضحك عليه، انت هتتكلم بتعمل ايه؟ هتوصل ازاي في امريكا الكبيره دي؟ بابا حبيبي عرف يوصل. بابا حبيبي يعرف يعمل كل حاجه. وداود كان يعمل على كده على طول، كل ما تزنق في حاجه اروح لمين؟ بابا حبيبي اروح احارب ولا ما هروحش؟ يقول له روح. تاني مره قال له ايه؟ قال اوعى تروح، تعالى من ورا علشان هم عاملين فيك مقلب. أيوة. راح لبابا حبيبي، راح بابا حبيبي انقذه وخلاه يعرف يعمل ايه؟ ينتصر في الحرب دي. يلا ناخد النقط بسرعه، يلا كل واحد ياخد النقطه بتاعته بسرعه 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 عشان نكتب فيها ايه؟ نكتب لبابا حبيبي ايه؟ نكتب لبابا حبيبي نقعد نرغي معاه. تعالوا نجرب نرغي مع بابا حبيبي كده، كل ما احتاج حاجه اقول له بابا حبيبي انا عاوز اتكلم معاك، انا عاوز اقول اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، جايز تكون انت صغير وجايز تكون كبير، كل ما تحتاج في حاجه تروح لمين؟ بابا حبيبي. بابا حبيبي واتكلم معاه، وبابا حبيبي الجميل قوي بيسمعنا. تعالى نروح لبابا حبيبي وانت تايمو، عاوزك اوعى تنسى النقطه بتاعتك دي، خليها معاك عشان ايه؟ عشان بابا حبيبي. انا خلاص بعد كده على طول هقرا قصص. اقرا قصص. شمال زي الريموت، وان الصلاة والتسبيح واجب اعمله ويا اما اتعاقب، وان الصلاة والتسبيح واجب اعمله ويا اما اتعاقب، لكن انا بعبد وانا حابب لما شوف حاجة تانية انا بعبد.
بعدود.